لما الاولاد بتوع الاخوان، الاولاد اللي متربيين، بقول لك نحن، اسمع الكلام، بيقولوا ايه؟ بيقول لك احنا نعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ونتعاون فيما اتفقنا فيه، واني احبك في الله. ده الكلام بتاعهم، متسامحين، ويبوسك من كتافك، وياكلك في بقك، ويقعد يلعب عليك. شوفوا العيال دي المتربيين دول بيعملوا ايه؟ شوفوا اقتحموا المشيخة الازهر، رايحين يتهجموا على الشيخ الازهر ازاي؟ تعالوا نشوفهم. اتفضل قول. وكيل المجرى. لا استنى بس. لا هنا، هو واحد هنا. وكيل الازهر هنا. وكيل الازهر هنا. قول. اللي حضرتك قاعدين. مش ده وكيل الازهر؟ مش ده وكيل الازهر؟ هم دول الشباب اللي ربوهم، دي تربية الإخوان. يقول لك احنا تربينا على مبادئ الإمام حسن البنا، هي دي التربية. وهم بيقولوا سلمية، رايحين للشيخ الأزهر في المشيخة، ورايحين للوكيل الأزهر بقول له اطلع اخرج، عايزين تعملوا فيه ايه؟ زي قتلة عثمان تماما، زي الخوارج تماما. ويتكلم حد فيهم يقول لك ولادنا متربيين وعندنا حرائر. بقول لهم لا، انتوا عندكم ولاد مش متربيين وبنات مش متربيات. ليه؟ لانه السلوك هو اللي بيعكس التربيه الحقيقيه. انتوا لا قادتكم متربيين، ولا قادتكم عرفوا يربوكم، ولا اهاليكم متربيين، ولا عارفين يربوكم، لا على حب الوطن ولا على صحيح الدين. هم دول الاخوان، وهو ده